مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الليلي، دردشة ليلية مع الأحباب، اللي عودناكم عليها كل ليلة بطبيعة الحال اللي كناقشو فكما قلت لكم بطبيعة الحال اللي كناقشوا فيها مجموعة من المواضيع وموضوعنا اليوم يعني بطبيعه الحال كل واحد فينا في الحياه يعني كيتعرض لمواقف سواء كانت مواقف ايجابيه او مواقف سلبيه وبطبيعه الحال كاين يعني آه الناس اللي كطيح وكتنجح وكتفشل وبطبيعه الحال في هذه المواقف دائما كنوجدوا يعني كاين الناس اللي آه بطبيعه الحال كيوقفوا معكم وكاين الناس اللي كيتخلوا عليك في اصعب اللحظات وفي احلك اللحظات فالموضوع ديالنا اليوم اخواني يعني فاش تحطي يعني آه شكون اللي وقف معك وشكون هما الناس اللي تصدمتي فيهم هذا هو الموضوع ديالنا بطبيعه الحال اخواني الكرام وكنتمنى يعني من الله تعالى وبركته باش انه آه ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب ف فاش تحتي اخي او اختي الكريم بطبيعه الحال شكون الناس اللي وقفوا معاك وشكون الناس اللي تخلاو عليك ف هذا الشيء هو اللي آه كناقشوه هذه الليله بغينا الاراء ديالكم بغينا القصص ديالكم اخواني الكرام وبغينا انكم يعني التجارب ديالكم في الحياه فلكل واحد فيكم عنده تجربه وكاين الناس اللي طاحت يعني ولقات اللي وقف معاها وكاين الناس اللي يعني وكاين الناس اللي ما لقاتش يعني حتى شي واحد في الجنب ديالها ف هذا هو الموقف ديالنا اخواني الكرام وكنتمنى يعني انكم بطبيعه الحال شاركو معنا يعني بالاراء ديالكم عبلا عبلا كتقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه للجميع اللهم ارفع عنا هذا الوباء وابعد عنا آه كل شر شكرا اختي الكريمه ام كيقول لقيت الله والوالدين فالناس يعني آه كت بطبيعه الحال كتفاعل يعني من خلال هذا البث المباشر الناس يعني آه كتشارك معنا الاراء ديالها بغينا حتى يعني تشاركوا معنا التجربه ديالكم يعني آه كفاش يعني تحطي آه وفشلتي في يعني في محطه من محطات ديال الحياه ديالك وبطبيعه الحال شكون هما الاشخاص اللي لقيتيهم وقفوا بجنبك وشكون هما الاشخاص اللي تصدمتي فيهم آه اخواني الكرام كنتمنى يعني التفاعل ديالكم بغينا التجارب ديالكم كل واحد فينا يقول لنا الراي ديالو كل واحد فينا يشارك معنا من خلال يعني التجربه ديالو اخواني الكرام يعني هذا آه الشيء اللي بغينا اخواني يعني كنتمنى للجميع السلامه يا رب ف يعني الحياه عباره عن محطات الحياه عباره عن مواقف سواء كانت مواقف سلبيه ومواقف ايجابيه بطبيعه الحال ام محمد كتقول اخي الله يخلي لي من غيره ما كاين حد امين يا رب الله يخلي لك اختي الكريمه شكرا لك ام سليمان كتقول لقيت الله اما والدي متوفين الله يرحمهم يا رب في هذا النهار وكنتمنى يجدد عليهم الرحمات يا رب اختي ام سليمان يا. أه صراحه يعني آه الحياه يعني آه بالمواقف ديالها وبالكبوات ديالها وبالنجاحات ديالها فالحياه صعبه وكاين صراحه الناس اللي فاش يعني كتعرض لمواقف آه صعبه في الحياه في يعني آه كل شيء كيكون كي بجنبك الا انه في الدرة يعني ما كتعرف باقي الصديق من العدو يعني فاش آه كتحتاج الناس باش انه موقف اللي تعرضت لي وكتعيش ايضا مع الكبوة اللي انت فيها وما كين يعني تشي واحد انه يوقف بجنبك فبطبيعة الحال هذا الامر يعني كيخلي واحد الجرح وواحد الاثار في النفس امير ماجد كيقول من غير والدي من غير والديك ما يعقل عليك تا واحد اكيد يا اخي فالوالدين هما يعني الاشخاص ربما الوحيدين اللي كتلقاهم يعني كيوقفوا معك في جميع المحطات ديال الحياه سواء في السراء سواء في الضراء كيشاركوا معك الاحزان كيشاركوا معك الاطراح ديال ديالك كيشاركوا معك ايضا النجاحات ديالك والاخفاقات ديالك في الحياه فالوالدين يعني آه الله يخليهم لكم اخواني الكرام يعني ما كاينش بحالهم بطبيعه الحال ربما يعني خوك يتخلى عليك صديق ديالك يتخلى عليك الا الوالدين يعني ما كيقدروش انهم يفرطوا في الفلدات ديال الكبد ديالهم وما يقدروش يفرطوا آه في الناس يعني آه لي ربما آه كاين مجموعه من الناس اللي تخلى عليك الا الوالدين تحيتي لك اخي الكريم امير مجد نور رميز كتقول الحمد لله والشكر لله في حياتي ما طحت ما فشلت واقفه بفضل الله ودعاء الاب الغالي شفاه الله فأمين امين يا رب اختي الكريمه ام سليمان آه تحيتي لك اختي ام سليمان آه شكرا لك آه ايضا يعني آه كاين مواقف صعيبه يعني اللي كيمر منها الانسان واللي كت يعني كت انه يعيد النظر يعني في الصدقه ديالو يعيد النظر يعني في الاشخاص اللي دايرهم في حياته فهنا فين كتعرف يعني كما قلت صديق من العدو في المواقف يعني خاصه المواقف الصعبه المواقف السلبيه المواقف يعني ديال الشدائد فعند الشدة تعرف من هو يعني الشخص اللي يبغى الخير واللي ما يبغالك الخير ف لكم اخواني الكرام لازلنا مواصلين معكم من خلال هذا البث المباشر الاثري وبطبيعة الحال آه كت, كت من ليلة سعيدة للجميع وايضا كنتمنى لكم آه ان شاء الله يا رب نهاية سنة سعيدة بإذن الله تعالى وبركته عز الدين التزيت يقول تحية لك أخي دعي معنا يبعد عنا الوباء آمين يا رب آه عبد الفاسي يقول نهار اللي تحت اللي آه ضحت بي المرأة آه هربت آه لقيت أمي شكرا لك أخي عبد الفاسي يعني كاين مجموعه من الناس اللي كت كتشارك معنا التجارب ديالها بغينا ايضا يعني التفاعل ديالكم بشكل كبير من خلال هذا البث المباشر وهذا اللايف الحي لان يعني هذا واحد الموضوع من بين المواضيع اللي صراحه مهمه جدا فالحياه محطات والحياه مواقف فنور رميز كتقول اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب امين يا رب اختي الكريمة شكرا لك فا لك اخويا محمد يعني اذا كان ممكن باش تكتب يعني بخط واضح بطبيعة الحال وعبارات يعني لممكن انني نفهمها على اي شكرا لك اخي الكريم ف ما زلنا يعني آه مواصلين معكم من خلال هذا اللايف المباشر آه بخصوص يعني هذا الموضوع اللي اخترنا لكم اليوم يعني اللي آه كيعبر على المواقف ديال الحياة ديالكم وعلى النجاحات والاخفاقات يعني كاين فقط آه الناس يعني ماشي بالضروره يعني الناس اللي كتوقف معنا فاش كنكونوا يعني ناجحين واقفين على رجلينا وهم دائما الاشخاص اللي كانوا وجدوا بجنبنا فاش آآ الناس يعني كطيح والناس آآ بطبيعه الحال اللي آآ تحياتي لك اخي امير ماجد شكرا لك تحيه ايضا للناس ديال الديار الكنديه لكن كما قلت يعني الناس اللي آه كتكون بجنبنا في المواقف يعني اللي كنكونوا فيها ناجحين مواقف اللي كنكونوا فيها متفوقين آه ماشي هما بالضروره اللي كيكونوا دائما بجنبنا فاش آه كنتعرضوا للكبوات والاخفاقات فالكثير من الناس يعني يجدون نفسهم وحيدين بدون اي سند وبدون اي شخص يعني اللي ممكن ياخذ بيديهم فاش يكونوا محتاجين مواكبه فاش كيكونوا محتاجين لشي شخص يمد لهم المساعده وينتش لهم يعني من الفشل اللي واقعين فيه وايضا من الموقف الصعب اللي طايحين فيه ف هنا فين كتعرف الصديق الوفي هنا فين كتعرف الاخ المخلص والاخ الوفي بطبيعه الحال ودائما كاين الناس اللي ما كتلقى حتى شي واحد بجنبها سوى الله سبحانه وتعالى تحيتي لك اختي سكينه من الدار البيضاء كتقول حتى واحد ما يعقل عليك الا تحتي من غير الله آه اكيد يا اخي بطبيعه الحال يعني الله هو الوحيد اللي ممكن بطبيعه الحال والوالدين بالدرجه الثانيه اللي ممكن انهم يوقفوا معك يعني في الحزه ديالك او في الفشل ديالك او في الاخفاق ديالك فتحياتي لك اختي الكريمه ف آه غادي نذكر فقط بالرقم الهاتفي الناس اللي بغات تشارك معنا في فهذا البت المباشر صفر ستة ستة وسبعين تمانية وعشرين صفر ستة اثنين وثمانين وعيد الرقم الهاتفي صفر ستة ستة وسبعين تمانية وعشرين صفر ستة اثنين وثمانين شكرا لك اخي احمد من ميسور شكرا بطبيعة الحال أمير ماجد كيقول الله يخلي عليك أكيد يا أخي الكريم يعني ما كاين ما الوالدين على اي يعني بالنسبة للناس اللي تحقوا بنا الآن يعني الموضوع هو إلا إيه تحطي يعني شكون لقيتي بجنبك وشكون هما الناس اللي تصدمتي فيهم هذا هو الموضوع ديالنا أخي الكريم أختي الكريمة اكيد خويا بطبيعة آه الحال يعني ماشي كل شي الناس كي لك الخير ماشي كل الناس بغاو يشوفوك يعني في اعلى المراتب يعني كاين الناس الذين يضمرون لك الشر كاين الناس اللي بغاوك انك تطيح كاين الناس اللي آه فاش كطيح يلا كيفرحو كاين الناس اللي يلا كيصفقوا ديك الساعات فهنا آه كتعرف يعني الناس آه على حقيقتها كتعرف الناس يعني المعدن الحقيقي ديالهم فالانسان يعرف يعني الاختيارات ديالو يعرف يعني شكون هما الاشخاص اللي ممكن انه يوضع فيهم الثقة ويقربهم ليه ويشارك معهم الحلوة والمرة فجوابك اخي طارق في محله بطبيعة الحال يعني الوالدين هما اعز الاشخاص والناس اللي ممكن انهم يوقفوا معك في غياب اي سند حقيقي في هاد الحياة الصعبة التي تتقلب مع مرور الايام ف لك اخي طريق وتحية ايضا لكافة الناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر شكرا لكم جميعا وكنحييكم وكنتمنوا لكم ليلة سعيدة والله يلطف بنا يا رب ويا رب ترفع علينا هذا الوباء عما قريب ان شاء الله حتى تعود الحياه الى مجاريها وتعود الحياه الى سالف عهدها تحيتي لكم الى الملتقى